أعمل في مجال الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة. الزراعة بدون تربة يقصد بها زراعة النباتات ضمن أوساط مغذية، حيث لا يكون للتربة أي دور رئيسي في عملية نمو النباتات، وإنما تعتمد على المحاليل المغذية التي تحتوي على جميع العناصر الكبرى والصغرى التي يحتاجها النبات ضمن مراحل النمو خاصة به. يمكن قياس هذه المحاليل المغذية ضمن أجهزة خاصة بهذه الزراعة، قياس درجة الأملاح وقياس درجة الحموضة. طبعا قمنا بتدريب عدد من الطلاب، عددهم 23 طالب، أصبحوا الآن بعد إجراء دورة تدريبية قادرين على فتح مشاريع صغيرة بعد وصولهم إلى درجة عالية في تعلم أساليب الزراعة المائية. ميزات الزراعة المائية أيضا استغلال المساحات التي لا يمكن زراعتها كأسطح الأبنية والشرفات والأراضي القاحلة التي لا يمكن زراعة الخضروات فيها، ويمكن أيضا وميزاتها أيضا توفير مياه الري بنسبة 80% إلى 90%، لأن المياه هنا تعود إلى الخزان الرئيسي بعد أن يستهلك النبات احتياجاته من المحلول المغذي أو من المياه، تكون المياه الفائضة تعود إلى الخزان الرئيسي.